بسم الله أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة اليوم. هو الجزء الثاني من درس المنشور القائم الهرم والمخروط الدوراني. في هذه الفقرة سنتابع ما يسمى بالهرم. طبعا الهرم كما نعرف هو مجسم مثل هذا، هو مجسم مثل هذا أو مثل هذا مثلا، مجسمين هذا جوج ديالهم كيتسموا هنا هرمين. الهرم، فرق بين الهرم والمنشور القائم. طبعا قلنا المنشور القائم بالامس هو لهما قاعدتان قابلتان للتطابق. الهرم ليس له قاعدتان بل له فقط قاعده واحده، وراس كما تلاحظون هو هذا خارج القاعده، راس خارج القاعده، راس خارج القاعدة، راس خارج قاعدة. أحرف أوجه الجانبية، أوجه الجانبية لهذه المجسمات، لهذا المجسم هي عبارة عن مثلثات. بالنسبة للمنشور القائم قلنا هي عبارة عن مستطيلات. إذا الهرم هو مجسم، هو مجسم له قاعدة على شكل مظلة، يمكن تكون ثلاثية، رباعية، خماسية، سداسية، أو الأحرف الجانبية ديالو، هذه هي الأحرف الجانبية، وفي الجانب هناك مثلثات جانبية. إذا الرأس دائما يقع خارج المستوى القاعدة. بالنسبة للارتفاع، الارتفاع ما هو؟ هو مثلا ناخذ إبرة ندخلوها من هنا عمودية على القاعدة، طول ذاك الإبرة هي ما يسمى بارتفاع الهرم. إذا دائما ارتفاع الهرم هي القطعة التي حاملها يمر من الراس وعمودية على القاعدة. إذا هذا هو ما معنى هرم. إذا هذا يسمى هرم رباعي. هذا هرم رباعي. ملاحظة، إذا كان جميع الأحرف متقايصة فنسميه هرم منتظم. بالنسبة لهذا هو كذلك هرم، أي وجه من أوجه ديالو يمكن تعتبر قاعدة. مثلا ناخذ نحن، هذه القاعدة، قاعدة هي هذه، الرأس هو هذا دائما خارج القاعدة، في الجانب هنا دائما مثلث، هذا حالة خاصة نسميه رباعي الأوجه. إذا رباعي الأوجه كما نحن عنده أربعة أوجه طبعا. إذا اعتبرنا هذه القاعدة فالأوجه الجانبية طبعا هي هذه، هذا هو الرأس ديالي. دائما الارتفاع هي المسافة بين الرأس ومسقطها العمودي على القاعدة، دائما الارتفاع يكون عمودي على القاعدة. إذا هذا هو ما معنى هرم طبعا. إذا شفنا تمثيل هرم على الصبوع، يعني عندنا S A B C D هرم، قاعدته المستطيل A B C D، اس او عمودي على المستوى ا بي سي دي في او. اذا اس او هو الارتفاع، القاعده قلنا هي ا بي سي دي، الاوجه الجانبيه هي المثلثات اس بي سي، اس سي دي، اس ا بي دي، و اس ا بي. اذا هذه تسمى الاوجه الجانبيه. الاحرف الجانبيه هي اس دي، اس سي، اس ا، اس دي. قلت إذا كانت هذه الأحرف الجانبية لها نفس الطول، وقاعدة طبعا هو الذي كان رباعي يكون مربع، فهذا الرباعي هذا سيكون ربع هرم، المجسم عفوا سيكون هرم منتظم. الرأس دائما، رأس الهرم يقع دائما خارج، دائما خارج المستوى المحدد بالقاعدة. مثلا القاعدة هنا هي A B C D. اس او بالنسبه لنا هنا هي ما يسمى بارتفاع الهرم، اس ا بي سي. اذا شفنا وصف للهرم، الان سنتكلم عن المساحه الجانبيه للهرم. كما راينا في الحصه السابقه المساحه الجانبيه للمنشور القائم، المساحه الجانبيه طبعا كما نلاحظ أن الهرم عنده مثلثات جانبية. إذن
مساحة جانبية ل مساحة جانبية مثلا لهذا الهرم، مساحة جانبية لهذا الهرم هي مجموع مساحة هذا المثلث زائد هذه المساحة زائد المساحة زائد المساحة. عبارة سهلة، هي مجموع مساحات أوجهه الجانبية. إذن مساحة جانبية هي مجموع مساحات أوجهه الجانبية. طبعا المساحة الكلية، لما نتكلم عن المساحة الكلية كما نلاحظ أن الهرم له أوجه جانبية وله قاعدة، ربما تكون مربع مستطيل مضلع فقط، هذا هو اللي يهمنا. إذا المساحة الكلية طبعا هي مجموع مساحتي الجانبية ومساحات القاعدة. إذا كنحسبوا مساحة جانبية للهرم كنضيف لها مساحات القاعدة. إذا هذه ما يسمى بالمساحة الكلية. الحجم، الحجم طبعا شحال يمكن نعمره، هذا معنى كلمة الحجم. الحجم كما رأينا السنوات الماضية أنه يساوي ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع، وعند الارتفاع دائما يكون يمر من الرأس وعمودها القاعدة، يعني هي المسافة بين الرأس ومسقط العمودي على القاعدة، تدخل الداخل تكون الجوم بحال هكذا إلى غير ذلك، المهم على حسب المجسم كما عندنا. إذن إذا خلينا الآن هرم رباعي أوجه مثلا، S A B C، هذا الهرم هذا هو مثلث A B C قائم زاوية B، A B C قائم زاوية B، عندنا S B عمودي على A B، و S B عمودي على B C. إذا هنا كنستنتج بأن S B كيكون عمودي على المستوى A B C طبعا في B. إذا من هنا نستنتج بأن S B هو ارتفاع الهرم S A B C D أو ارتفاع الرباعي الأوجه S A B C. إذا خلينا قياس مثلا S B مثلا 6 سنتيمتر و A B 4 سنتيمتر و A C 3 سنتيمتر و B C 5 سنتيمتر. سنحاول الآن أن نحسب حجم هذا الهرم. إذا كما قلنا حجم الهرم هو 1/3 في مساحة القاعدة هي مساحة المثلث A B C في الارتفاع الذي هو S B. المثلث قلنا A B C قائم زاوية في B، نخذوا الرأس العادي اللي شفنا كنديرو A B C قائم زاوية في B. إذا مساحة المثلث A B C هي A B في B C مقسومة على جوج. إذا ما لقينا هنا هي 1/3 في A B في B C مقسومة على جوج. إذا نعيد، مساحة المثلث A B C قائم زاوية في B هي A B في B C مقسومة على جوج. طبعا في S B، في S B. ننتقل الآن إلى أبليكاسيون نيميريك. 1/3 A B أعطونا هي 4، B C هي 5 على 2، في S B هي 6. إذا كنا نعمل الحساب أعطينا 1/6 في 4 في 5 في 6، نختار 6 مع 6 تبقى 4 في 5 هي 20 سنتيمتر مكعب. إذا دائما الحجم كما لاحظنا أو كما قلنا في الحصة السابقة يرمز له بالمكعب، مساحة بسنتيمتر أو بسنتيمتر مربع إلى غير ذلك. دائما نسمي المربع في المساحات والمكعب في الحجم.
إذن دائما لما نريد أن نحسب حجم الهرم يجب علينا أن نعرف من هو ارتفاع الهرم، هذا الضروري. ثم طبعا القاعدة على أي شكل هي لكي نقوم بحساب مساحة القاعدة. ربما القاعدة تكون على شكل مربع، نقوم بتذكير مربع المساحة ديالو هي الضلع وسنان، مساحة المستطيل طبعا هي طول في العرض، ومساحة المثلث ليس بقائم زاوية هو نصف جداء طول أحد الضلع في طول الارتفاع الموافق له. خذوا تفاصيل الدروس وسجلوا الملخص الآتي. لدينا تمرين تطبيقي، هرم ارتفاعه 12 متر وقاعدته على شكل مستطيل بعده 14 متر و 30 متر. السؤال هو احسب في حجم هذا الهرم. دلمها صغيرة للتفكير. نعم، نقوم الآن بتصحيحها. نعلم أن في يساوي 1/3 لمساحة القاعدة في الأرض. هنا نحسب أولا اس بي مساحة القاعدة، أي مساحة المستطيل حركة، أو حادث طرمش اللي كان يرفع الميلاد حالة فقط.
تقريبا هكذا. إذا هذا هو الشكل، هو المجسم اللي كنحصلوا عليه بعد ما كنقوموا بدورة كاملة للمثلث ABC القائم بزاوية A، تبع دورة كاملة مثلا AB مثلا اعتبرنا AB. هما إذا قلت نحصل على هذا المجسم وتسميه على الطرش، إذا هذا هو المجسم اللي كيتسمى لنا مخروط الدوران. الضلع الصي، إذا الرسم ديالو كيجينا بحال هكا، هنا لدينا B هنا A هنا C. طبعا هكذا هذا هو المخروط الدوراني، المثلث ديالنا هو مثلث ABC، كيجي الشكل بحال هكذا، هذا هو المجسم طبعا. إذا شفنا مزيان هنايا، فالضلع AC هذا كيولد لنا القرص اللي عندنا في القاعده. الشعاع ديالها طبعا هو بيسي، هو بيسي سنسميه هنا ب هنا ا، هنا قلنا غنفيكسيو ا هي غنفيكسيوها. اذا المثلث ا بي سي ضلع اصلي ما كندورو كيولد لنا ما يسمى بالقرص اللي هو القاعده اللي كنسميوها قاعده المخروط الدوران. فالضلع بي سي يولد السطح الجانبي اللي هو هذا، كيولد لنا السطح الجانبي اللي كنقوم بالنشط ديالو كيدينا بحال هكذا، ويسمى عامد. اذا العامد هي المسافه بين اي نقطة من هنا والراس هنايا، هذه تسمى العامد، العامد إلى غيره، كيتسمى لنا العامد. المستقيم AB اللي قلنا ثابت لا يتحرك، عمودي على مساحة القاعدة، كيتسمى لنا الارتفاع لهذا المخروط الدوراني. إذا BC قلنا كيتسمى العامد، AC هو شعاع القاعدة، و AB هو ما يسمى بارتفاع المخروط الدوراني. إذن عبارة بسيطة، المخروط الدوراني هو مجسم له رأس، بالنسبة لنا احنا عندنا هو الرأس B، وكذا القاعدة له على شكل قرص، على شكل قرص طبعا. المساحة الجانبية، المساحة الجانبية كنقصد بها بعد الناشط هي المساحة اللي كتبان لنا، هي هذه كتساوي لنا بي في شعاع بالنسبة لنا هنا هو أسي، في أ اللي هو العامل مثلا بالنسبة لنا هو أبيسي. إذا المساحة الجانبية لمخروط دوراني كتساوي بي إر أ. بي غالبا ناخذ قيمة مقربة ديالو اللي هي 3.4، بي غالبا ناخذ قيمة مقربة ديالو اللي هي 3.14. طبعا العامل كيعطيوها لنا من خلال التمرين ديالنا. بالنسبة لحجم المخروط الدوراني، حجم المخروط الدوراني يشبه تماما حجم النشور القائم، سمح نشور الهرم، هو 1.3 في مساحة القاعدة في الارتفاع. غير هنا القاعدة عندنا قاعدة لدينا على شكل قرص، إذا مساحة القرص هي بي إر سيجما، إذا في غيساوي 1.3 في مساحة قاعدة في الارتفاع وفي الارتفاع. إذا حجم الهرم صفة عامة هي تثبت مساحة قاعدة اللي هي بي إر سيجما، لأن القاعدة هي على شكل قرص، والقرص طبعا المساحة ديالو هي شعاع في شعاع في بي. اوكي، ناخذ الان كمثال مخروط دوراني شعاع ديالو 3
وارتفاع ديالو 5. إذن وقتي دائما قلنا يمكن أن نخلط 3.14 أو أي قيمة مقربة أعطيت لنا للعدد بي، كما نعلم بأن البي لا يساوي 100% 3.14، لا هي قيمة مقربة للعدد بي. إذن هنا في كتاب الوحدة 3 في بي قلنا 3.14 في 5 في R 3 في الشعاع في H هو 5. إذا قمنا بعملية حسابية فسنجد جلد يساوي 4.1 بعملية الوحدة سنتيمتر، ثمانية سنتيمتر مكعب. إذن كما قلت سابقا حجم المخط الدوراني يشبه تماما حجم الهرم، هي ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع فقط. بالنسبة للهرم قاعدة ديالو هو مضلع، لكن المخرط الدوراني القاعدة ديالو هو قرص، وقرص القاعدة لحساب مساحة القرص قلنا هي بي في ار او ستة، هي بي في ار او ستة. النشر إذا قلنا نشر موشوع قائم أستسمع مخروط دوراني سبب موشوع قائم مخروط دوراني، قلنا نحصل على هذا الشكل، نحصل على هذا الشكل الذي يكون عندنا هكذا. هنا كاين زاوية النشر، كاين زاوية النشر، هذا هو العامل، المبنى كنحطو هو العامل، هذا هو العامل. إذا هنايا هكذا. إذا القاعدة الستة باش نلقاو النشر هي إذا سمينا ألفا هي 360 درجة، 360 درجة في R على A، طبعا A عميد، R شعاع المخروط الدوراني، و 360 طبعا درجة هكذا. إذا نحصل على قياس هذه الزاوية هذه. إذا كنديرو مثلا حركة العميد نمشي قياس الزاوية اللي عندنا قيناها، ثم كنجيبو هذا قد هذا، ثم نستعمل دائرة مركز ديالها هو هذا، الشعاع ديالها هو هذا، وهذه الحركة تقريبا حركة هذا طبعا هو عامل، وهذه ألفا اللي كتمنى زاوية النشر. إذا النشر سهل ما صعبش، فقط لإيجاد زاوية نستعمل جدول التناسب، طبعا الوقت لا يسعنا لذكره، لنصل إلى النتيجة 360 في R على A، وكنكملوا النتيجة هكذا. إذا خذوا دفاتر الدروس ونقلوا الدرس إن شاء الله. أنت تمرين التطبيقي ديالنا، احسب حجم مخروط دوراني ارتفاعه 8 سنتيمتر وشعاع قاعدته 6 سنتيمتر. إذن كما نعلم أن بي قلنا يساوي 1.3 في مساحة القاعدة، والقاعدة هي شكل قرص، إذن هي بي إر أوس 2 في أش، طبعا قلنا أش هو ارتفاع، إر هو شعاع القاعدة، وبي إذا عطانا 3.14 خذوها ما عطاناش نخليوها كما هي. نقوم الآن بالتعويض بي نحتفظ بها، قاعدة قلنا هي الشعاع ديال 6، إذا هي 6 و 2 ارتفاع هو 8، إذا 1.3 في بي تساوي 2 هي 6، إذا هي 36 في 8، إذا كعطينا 1.3 في بي تساوي 30 في 8، إذا قمنا بعملية الحساب القواعد 288، إذا قمنا بقسمة 208 على 1.3 كاعطينا هي 96 بي. هناك طريقة
معك 3 كان 12 مربع 8 كان الجواز 96 بي. اذا اللي حضرنا بي يساوي 3.14 نعوض بي القيمه ديالها 3.14 ونفهم العمليه. اذا ما عطاوناش بي حل 108 تاع الحاله الى نتركوها كما هي فقط نزيدو الوحده هي طبعا عطاونا السنتيمتر اللي غنساوي سنتيمتر مكعب. اعزائي التلاميذ الى هنا انتهى درس اليوم وشكرا على انتباهكم والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.